hi and welcome to today's episode of learn arabic with transit station where we explore the life and ideas of firasa sawa a syrian writer intellectual and philosopher sawa's passion lies in understanding the history of religions and mythology as a way to gain insights into human nature currently serving as a professor of foreign studies at beijing university he has made significant contributions to his field in this episode, Samer will take us on a journey through Al suwahs viewpoints, life's, life, and achievements, shedding light on the impact of his work. So get ready to dive into the fascinating world of this remarkable thinker and gain a deeper understanding of his perspectives. Yala, let's start. <laughs> بيبحث بالميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد الروحي يعني عن الإنسان أو عند الإنسان هو ابن عائلة حموية استقرت بمحافظة حمص مطلع العشرين عاش بفضاء تنويري أتاح له يختار طريقه بنفسه درس الاقتصاد بجامعة دمشق وانتسب لقسم الفلسفي بعدين بس ما كمل دراسته بهذا القسم لانه ما لاقى شيء جديد بهالمنهاج كان قريب من الاخوان المسلمين بمطلع شبابه بعدين صار عنده ولع بالماركسيه وحس بعدين بقربه من القوميين السوريين بس قال بعدين انا ما انتسبت لاي حزب من هالاحزاب ابدا انا بقترب من الافكار وببتعد عن الإديولوجيات لأن الانتماء للجماعه يؤدي للذوبان فيها تعليمه وعلمه تخرج من كليه الاقتصاد بجامعه دمشق عام 1965 وتوظف بعد تخرجه بمركز تطوير الاداره التابع لمنظمة العمل الدولية بين 1969 و 1978 بعدها اشتغل بشركة نفط أبو ظبي بين 79 و 86 نشر أول أبحاثه بكلية الآداب اللبنانية عام 1960 وشغل كمان عضوية اتحاد الكتاب العرب بدمشق وعمل أستاذي لمادة التاريخ الحضارة العربية وتاريخ الأديان بالشرق الأوسط بجامعة الدراسات الأجنبية بالصين بال2012 وال2013 آراؤه كان اهتمام فراس السواح بالتراث الإنساني القديم ما بيعني تقديسه له وإنما كان بقصد فهمه والاستفادة منه وتطويره كان هدفه من دراسة التراث هو العبور للضفة الثانية بعد جني الشيء المفيد من شأن المستقبل وصرح بذلك من خلال كتاباته عندما قال ينبغي ألا نكون أسر الماضي وهيك بيكون خالف أفعال الآخرين اللي بقيت متخنت قبل تراث وما عملت شيء لجهة الابتكار أو الخروج من عباءة التراث نظرته وموقفه من الربيع العربي دعا المفكر فراس السواح للعقلانية وعدم الانجرار لحمل السلاح والاقتتال اللي رح يؤدي حتما لانقسام المجتمع السوري وتفتيته ونبه للابتعاد عن التسميات اللي كانت تطلق على المظاهرات ايام الجمعة بس تفاجأ بحجم الهجوم المضاد والتخوين اللي ناله جراء هالطرح ما كان في غير انه ياخذ القرار ليسكر صفحته على الفيسبوك فورا ودع قراءه بقوله في زمن القتل والجنون الجماعي لأمة بأكملها تنسحب الحكمة إلى مخبئها ويغدو صوت الحق مثل نهيق حمار تائه في الصحراء لا يسمعه أحد لذا فإن العاقل ينكفئ على نفسه ويختار الصمت وبتعليقاته على الفيسبوك قبل إغلاق صفحته تحدث عن الثورة المخترقة من عدة جهات أبرز الأصوليات الإسلامية وثقافة السأر المتأصلة في السيكولوجيا العربية والجهات الشبحية اللي تطلق التسميات على أيام الجمعة بالاضافه لحديثه عن المعارضه الخارجيه صاحبه المقاعد الوثيره وفنادق خمس نجوم اللي كانت تؤجج الصراع وضح فراس السواح رؤيته للثورات العربيه وقال الانتقال الى الديمقراطيه يحتاج الى تمرينات صعبه ولا بد من التطور التدريجي والا ما راح نلاقي ثوره ناجحه وهيك بيكون المفكر في راس السواح رجع لمواقفه القديمة ليكمل مشروعه بخصوص حفريات النصوص المقدسة فكان يقول يجب أن نسعى إلى هدم سلطة النص وتحريره من قدسيته التاريخية من خلال تفكيكها وإعادة تركيبها ووضعها في مقام آخر صحيح أعماله أعماله كتير وصعب نذكرهم كلهم مشان هيك رح نذكر بعضها في الميثولوجيا وتاريخ الأديان نذكر مغامرة العقل الأولى لغز عشتار جلجامش الرحمن والشيطان الله والكون والإنسان موسوعة تاريخ الأديان في خمسة أجزاء في تاريخ إسرائيل والدراسات التوراتية الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم آرام دمشق وإسرائيل تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود في علم الأديان المقارن الإنجيل برواية القرآن القصص القرآني ومتوازياته التوراتية وهناك كتابين باللغة الإنجليزية مع عدد من المؤرخين وعلماء الآثار في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكتاب باللغة الصينية بعنوان لوتشي عضويته بالنوادي والاتحادات هو عضو باتحاد كتاب سوريا وهو كمان عضو بالاتحاد العام للكتاب العرب دخلت بعض مؤلفاته بالمناهج التعليمية بالجامعات التونسية والأردنية تم تكريمه بحفل عام مع تقديم درع من قبل جمعيات وأحزاب عدي بالعاصمة الأردنية عمان وبيشتغل حاليا كأستاذ بجامعة بكين للدراسات الأجنبية